مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هكذا تعلن رابع انطلاقات هذا المساء والشوط الرابع الخاص بالزمول المهجنات الاصايل. الثمانية كيلومترات هي المسافة المقررة والحاضرة لهذه الفئة العمرية، والرقص دائما يحلو مع الكبار. نسير مع الزمول وهديرها بنوك المستقبل بإذن الله تعالى، أيضا مع قادم الأيام وسائر الأيام نسير إلى هذه المنافسة القوية، إلى أول أشواط المهجنات لمن سوف يكون مباشرة إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى والمقدمة الأولى، والمنافسة هناك من خلال هذا التحدي الجميل. هذا هو شاهين سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري، بينما المركز الثاني مبشر سعيد بن فلاح بن يابر. الأحبابي نقلتنا مباشرة إلى المركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه المشهر ياتي بشعار علي بن محمد بن قطامي العامري، بينما المركز الرابع وصل في هذه اللحظات على رابع المراكز وليف لمحمد بن سلطان بن مرخان، يقدم لنا وليف على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك النشمي سعيد بن يابر بن عبد الله يقدم لنا النشمي في ايضا خامس المراكز. المركز السادس وصل في هذه اللحظات وتقدم هناك الترس لساري بن سيف بن ساري بن بلوش المزروعي، يقدم لنا الترس على المركز السادس. المركز السابع وصل ملفت لمبارك بن او فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، وصل في هذه اللحظات يقدم هذه المنافسة ويقدم هذه التحديات على المركز السابع. المركز الثامن شعار بن نصرة يصل في هذه اللحظات مع الزاجل سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، والمركز التاسع الوصول هناك ايضا من خلال تواجدي اللي هو شاهين لمحمد بن احمد بن حمدان بن دلموك، والمركز العاشر وصل في هذه اللحظات مسيان علي بن بخيت بن مسافر المسافري. هذه نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الرقص، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى السرعة الأولى والسياج الخارجي يحمل هذه الانطلاقة، يحمل هذه المنافسة، يحمل هذه الأسماء. ياتي مع المركز الأول يقدم لنا شاهين، أيضا سعيد بن قنازل بن سلم بن حمرور العامري على الصدارة على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصل مبشر لسعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي، يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا هذه الانطلاقة. القادم من العين دار الزين يبحث عن التتويج في هذا المساء الجميل، في هذا المساء البهيج، في ليلة العمالقة، بينما المركز الثالث وصل وليف، وصل وليف يتقدم شعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان، من ايضا عزل لنا نايف واصبح واحد من بنوك الانتاج في محمية ابو سلطان. فالجميع ايضا يتوكل هناك على الله ثم ينطلق الى نايف، انه احد البنوك القوية بالفعل وممتاز وغيرها من الاسماء بالفعل مع هذا الشعار، بينما المركز الرابع الوصول الدخول ايضا من النشمي سعيد بن يابر بن عبد الله، يقدم لنا النشمي احد الاسماء القوية، شعاري زعزعة وشعار العديد من الاسماء. ايضا ياتي حمدان بن سعيد بن يابر ليتقدم مع النشمي، ايضا ياتي بالمركز الرابع خطير النشمي خطير، خذ المركز الرابع، وصل الزاجل، وصل الزاجل يتقدم بشعار سعادة صالح
بن محمد بن نصر العامري ليقدم لنا هذا الاسم الخطير القادم من البوابة 11. شوفوا الوصول، اول نداء لمبعد، سهيل بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يقدم لنا انطلاقتي ابناء مصانع الجنوب القادم بكل قوة المنطلق على المركز السادس. المركز السابع وصل الترس لساري بن سيف بن ساري بن بلوش المزروعي يقدم لنا انطلاقته القوية وتحدياته المثيرة، بينما هناك الدخول الوصول ايضا من ياتي المشهر علي بن محمد بن قطامي العامري. وصل بن قطامي، وصل بن قطامي، ولكن من القادم؟ من الواصل في هذه اللحظات؟ من المنطلق من خلال هذه المنافسة؟ شاهين محمد بن احمد بن حمدان بن دلموك. وصل بن دلموك، ولكن الشعارات القادمة من المناطق الخلفية مرحبا بالجميع في ختامي المرموم في دانة الدنيا دبي في ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات في منافسات العمالقة. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، ما زال هناك شاهين سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري. العامري على الصدارة على المركز الأول، يقدم لنا هذه الانطلاقة، يقدم لنا هذه التحديات، بينما وليف في المركز الثاني لمحمد وسلطان بن مرخان يتقدم على ثاني المراكز. وصل النشمي حمدان بن سعيد بن يابر يقدم لنا انطلاقة النشمي، وينطلق أيضا في اندفاعة المثلث الذهبي في هذا المساء. ولكن وصل مبشر سعيد بن فلاح بن يابر الأحبابي، الأحبابي يتقدم ياخذ المركز الرابع في منافسة قوية في أداء مميز وجميل للغاية. المركز الخامس الوصول من الزاجل سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. المركز السادس مبعد لسهيل بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يتقدم ليقدم لنا هذا الاسم. ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى المنافسة، الثلاثة كيلومترات المتبقية، الصدارة وين؟ المركز الأول، هناك المنافسة، هناك القوة، هناك الإثارة مع شاهين اللي على الصدارة على المركز الأول. يتقدم سعيد بن قناصل بن مسلم بن حمرور العامري، وليف في المركز الثاني، محمد بن سلطان بن مرخان يقدم لنا وليف. المركز الثالث النشمي حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم مع النشمي ويقدم لنا انطلاقة النشمي. المركز الرابع ياتي مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي يقدم لنا هذه الانطلاقة. الزاجل وصل، الزاجل لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. أرى بالعين المجردة القادم كيفان، القادم كيفان لحمد بن راشد بن حمد بن غدير يصل في هذه اللحظات. ايضا كيفان، اول نداء لكيفان ايضا هناك يقدم لنا هذه الانطلاقة. ولكن اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الصدارة، شاهين على المركز الاول، شاهين في الانطلاق الاول، شاهين في التحدي الاول، ياتي منذ البداية، منذ البداية وهو متزعم هذا الشوط ليتقدم سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور بن حمرور العامري. يا سلامي عليك يا العامري على المركز الاول. وليف، وليف وصل، وليف على المركز الثاني لمحمد بن سلطان بن مرخان. المركز الثالث الوصول من كيفان حمد بن راشد بن غدير يقدم لنا كيفان. وصل النشمي حمدان بن سعيد بن يابر القدوم الاخر، شعار بن قشاط مع مبعد، سهيل بن قشاط بن سعيد ابن مفتاح الشامسي يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا هذه الانطلاقة. ولكن عودة الى وليف، غير الصدارة وليف لمحمد وسلطان بن مرخان يتقدم مع هذا الاسم، يتقدم مع هذه الانطلاقة ومع هذه التحديات على المركز الاول. عاد في المنافسة مرة اخرى شاهين سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري. وصل كيفان وتقدم الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وصل كيفان المركز الثالث او الرابع.
هذا شاهين محمد بن أحمد بن حمدان بن دلموك وصل بن دلموك وصل وأيضا هناك مبعد مع بن قشاط. يا لها من منافسة. هدير الزمول بدأ بالانطلاق. هدير الزمول ومنافسة الزمول هنا ما شاء الله تبارك الله. شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الأول. العامري يقدم لنا سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري. كيفان يدخل كيلو الامتحان. الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم الدينامو. الحميدي بن سالم العمري يقدم لنا كيفان في عملية التضمير والتدريب على الصدارة، على المركز الأول، على المقدمة الأولى، على أيضا صدارة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري. بن حمرور يصل بالمركز الثاني. وصل وليف في المركز الثالث. محمد وسلطان بن مرخان الساجل. سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري أيضا قادم. 600 متر الأخيرة، الأمتار المجنونة. كيفان بدأ بالإقلاع، كيفان بدأ بالاندفاع، كيفان والرموز أيضا في رصيد الرموز، الخمسة الرموز في رصيده ينطلق في ليلة العمالقة. سلام إلى مرغم، سلام إلى الواثق، سلام إلى التبر، سلام إلى علي بن راشد بن غدير، سلام إلى سالم بن راشد بن غدير وسعيد بن سالم أو سعيد بن راشد بن غدير. سلام إلى المحنك على هذا الفوز، وإلى مرغم وجماهير مرغم. كيفان مكيف على المركز الأول. أيضا سلالة شاهينية. شكرا يا الدينامو لحميدي بن سالم العمري، تهانينا ولحظات الوصول مع خط النهاية ليعلن هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل فيه شاهين على ثاني المراكز. ايضا سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري. وليف في المركز الثالث. محمد وسلطان بن مرخان المركز الرابع. وصل فيه حكيم محمد بن راشد بن مرخان الاكتبي. المركز الخامس ايضا ياتي هناك ايضا شعار الزاجل سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. نعود بالتوقيت الزمني حيث فاز كيفان ب 12 دقيقة، وأيضا هناك 37 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي. بينما المركز الثاني وصل في ثاني المراكز شاهين. قطع المسافة مشاهدينا الأعزاء في 12 دقيقة 40 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكي شاهين سعيد بن قنازل بن سلم بن حمرور العامري. المركز الثالث كان أيضا وليف ب 12 40 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على فوز وليف بالمركز الثالث.